أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أيها مثلا سيد ربنا الخالق سبحانه وتعالى قرد قوبليس عزيزا جيوت الله من سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سيد ربنا شبيح الذي قرأ سبحانه وتعالى أدي توجيه النصيحة ذي الأمر إن كل إنسان مسلم، كل إنسان مؤمن، ألم يفنى العمر الدنيا إن المرجع الولد قوينا ديني من قوينا تخذ من دائما تستغيم غير الرسول صلى الله عليه وسلم. أني ولا أنسى عن هذا، أنسى عن هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما قوينا ديني، أما قوينا كنا نخذ مكان. قرن العلماء أن اللغة يثمثن أفليقي ثمن حات قوال قوينا دقيقا سبحانه وتعالى إلا وين مقارن أسلوب الحصر والقصر ذي الله يجي. إن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ودينا لقد كان لكم أسوة حسنة في رسول الله زوار ذي الرسول صلى الله عليه وسلم. المعنى بلي ذن في محمد صلى الله عليه وسلم كان لنا سعانة ذي جميع قوينا دنيني قوينا نخدم ونسمى قال لك وغل غير نظن كامل غس نزمر دنيني بلي الأنبياء الرسول اللي قاعدان قوين دمرا أكو أين ينفعنا مذان ذي دوني. ولكن أين دقوا الرسول صلى الله عليه وسلم إذ وين قاعدان في الناس ذين كنت قوين الأنبياء الرسول ذو قسمت ذي سيدنا نوح عليه السلام أنا من النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم يدوك يدمر قوية في الرسول صلى الله عليه وسلم ذي القرآن الكريم يقول أين إذا دان دي كتابين تيم زورا وقبلت شو حرفت يقول يغطي القرآن الكريم أين قاعدنا في الأنبياء الرسول يعد مرة غفر الرسول صلى الله عليه وسلم ذي قلنا في ديننا إن أتسمى قال كان غرغورس كان يث مثلا دائما أمد قوين أنا نخدم أمد قوين أنا درينين إلا خلنا عقل بليون دائما أن شو غير غرغورس إخا خزر كان يث مثلا أن شو غير غرغورس يث مثلا العبادات قوين كرنا عفل سيد ربي الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي الظل ثمكن أماكن إيد شوية متظلة يقال خذوا عني مناسككم أن أدنحج المناسك من الحج أن نخدم أماكن يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم انسرق ديمين مرة من كرنا عفل سيد ربي خطر سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى هذا الشهد لا إله إلا الله. ولكن الذي لقد كمل محمد رسول الله على خطر انسرق ديمين أن كرنا عفل سيد ربي أدنني لا إله إلا الله الواغ ديمين أن كرنا عفل سيد ربي ذن في محمد صلى الله عليه وسلم غير ديش قاع ذي قيم في الدكر لا إله إلا الله محمد رسول الله كما يثمثن إذن ذي العبادات مرة أكو أن سعنا ذا الرسول أشبيح صلى الله عليه وسلم وذي المعاملات والتصرفات أمكار يعني أنا أنت معاملة ذي قوكرنا قوين الله قال سيد ربي قال ذي العبادات عبادات شعائرية إمي يغد الرسول صلى الله عليه وسلم أمكار أثناء نافذ وإلا العبادات التعاملية أمكار أنت معاملة نكون يسي العباد وإمي يغد الرسول صلى الله عليه وسلم أمكار أنت معاملة قوي يغد أمش أري تعامل الإنسان ذي همس الإنسان منسى أكا ذي الرسول سيد ربي غادي قال وان تطيعوه تهتدوا الى تفكاو انت ماذا قال لك ضعمت حشر في حاله ربح كاكيم ويستع الطاعين الس طاع الرسول صلى الله عليه وسلم يستع صغر غرسي قرد من يطع الرسول فقد اطاع الله ونقضى على الرسول صلى الله عليه وسلم يضع سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى وتدينا هذه الصيغه الماضي من اطاع الرسول فقد اطاع الله ولكن ينثي بالصيغه المضارع من يطع الرسول فقد اطاع الله باش يعني استدامه الفعل الم يفنى العمر الدنيا ما فضع الرسول صلى الله عليه وسلم خلق فضع سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى كما يثمثن إذ وقين إذن في مشبيح صلى الله عليه وسلم أنا في الناس فردنا هذا السخي بفضل الله وبرحمته وما أحلى الكلام ما دي هذر يونا في مشبيح النبي صلى الله عليه وسلم يغدش قاسيد ربي مدحي في دينيس وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يقر أبكيد الذي قر شقاك ذا الرحمة للعالمين أما ذي العباد أما ذي الحيوان أما التجرة أما ذي الجماد ذا الرحمة للجميع الخلق مرة أكو أفيقد يروح النبي صلى الله عليه وسلم ومن نخزر الرحمة يغدف كاسيد ربي ذي الرسول صلى الله عليه وسلم ما تقولش وين يغتي دي قال اغدي يقولك راه التكنولوجيا باش يعني امكرا انا لا رواغور امكرا نصنع الحوايج يقول يغد اين يسعى للقيمه اكثر قويه كامل يقول يغد تصرف كاع يقول يغد الاخلاق
على خطر لا تكنولوجيا ما تقول لهم السعادة الأخلاق قد صنعنا يفكر من الدنيا ما كان زر ذراع صرنا نقولين ولكن أينك خص الأخلاق مرة كو لسانسيال تدرت قوم ذاني خصيت مو سعادة الأخلاق أنسى دش عايز ديفك سيد ربي قويس عزيز الخزر كلام كذي الذي ديت مديح وإنك على خلق عظيم يقال أي قال فك أكيد الأخلاق الخلق العظيم يعظم سيدي ربي الأخلاق إذ فك إن في صلى الله عليه وسلم يعظم إذا تصل عظمين معناه ما دينش سيدي ربي الحاجة مقرف أنا عقب لين المعنى نس ذينو دفك رغي لعب ذوق فيس ذينو دفك رغي لعب ذن بعدش كا وش متي تقول يا رسول الله الأخلاق العظيمة يقول تيد بشا ذي ربي الأمة يجي إذن سيدي النان إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق إن ديش قاعد سيدي ربي قرد صفتي الهان نصرف باش ربي الأمة يجي كان يقرد ربي سيدي ربي ويونعي صرف أدبني ربي فأحسن تأديبي إن ديش قاعد ربي إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق إن ديش قاعد قرد الصفات العين صرف ما دين الأخلاق المعنين ما دين الأخلاق أخلاق العين مري لي العبدي هضرتي ديت مري لي العبدي شكي دي فران مري لي نوري خدارا مري لي نوستر الحرام مري لي نوستر الرشوة مري لي نوستر تيتليسا مري لي يرفد الوالد نيس يحوذر الجيرانيس الشرقي تعيشي تمت ذي المكيا داخل المجتمع يقلا الوكيد الأخلاق العظيمة يتسمى العبدي يسعى الأخلاق العظيمة هل ترى أتحير ذاتي دما قرض لغاية نعم أتحير ذاتي دما قرض كي مثلا ما هو شيء تتسنى ذي الفلاس سبحان الله كان يتمثل إذن نفهم وش بيحصل صلى الله عليه وسلم يقول يغد الأخلاق العظيمة هل ترى نكون ذي العصرنا غير لا نستقيم ماشي ذي الأخلاق خصوصا ويجزم أنزمي هذا نكرا نستقيم العلم إلا حقيقة ولكن الأخلاق الخير ذا ربح إلا ما رحم ربي حاشا قد يرحم سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى مرة نخزر دنا في القد شهادات ذي الجميع مرة الكثرة الحمد لله نحمد ربي هذا نشكر إلا العلم ولكن الأخلاق خصت إلى قناقب لين العلم متنوس على الأخلاق ذا في شيء يخدم مرار صلاح خزرت كم سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى يغدي خيقا الذي قال لسورة القصص في سيدنا موسى عليه السلام إن دو لما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين يقرد اسمه قذر قاز يجهد إن دو في غزد العلم في غزد الحكمة وما دين الحكمة ما يفهمها يند وكذا تسجل يتسكر يوذك حمية المحسنين حمية سيدي ربي سبحانه وتعالى سيدي قال قوبليس والله يحب المحسنين إذن هذا قال وكذلك نجزي المحسنين ما يحمليك ربك دفك العلم دفك الحكمة وكذا قال لسورة يوسف عليه السلام غف سيدنا يوسف عليه السلام يقرد ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين يند مقود ذلك يجهد يند في غزد العلم في غزد الحكمة يند ذنشتقين يتسكر يوذك حمية كا ونجمي لنا هذا نكرا نشتاقين إن كوني يغرى كوني يدري فان دي الجامعات ولا شو واثف الدفير البيرون ويسارا ديبلوم يونيفرسيتار ولكن لا تسمع قاد أشي ما تشكي دفض أشي ما تخضع أشي ما تشضى الصدر الشاوية أشي ما تشضى إلى الفقراء دي المساكين أشي ما تخطبا في غوسي ويني وثمثن أشي ما تخدم ذارا قوين العين إنسا إساعة صفر حضك دي صفر حسيدي ربيهم أشي ما تصدي حرام أشي ما تستقنع ذارس وينك دي فكار بيهم سادة وتستذينك خطر لو كان يسعي ما فيس الأخلاق أذي عقل بلين خلق وينال ديوي ماشي ستيذين سكمل أذي عقل بلين ذفر ناسي خدمي فابيسي وخميسي ورويس تشو ذرثينس الحرام وتشيالا ذي حيايك سلين ولكن الحرام يتسجد خامن دين ماون وتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين أكيد يقال سيدي ربي ونذويس إذن ذا شو أشيك صورا تمسير ملت التي ذي جميع أنحاء دوني ثمرة الإجمية مرة العالم ماكو يعاني سوى نشتاقيا الموضوعية كامل يخص الأخلاق ينال سوى لا شيء ضرور إذن ذي الأخلاق يخص العلم بلا الحكمة بلا الأخلاق ويخدم مرة غين العين كان يثمثن الدين الله يثمثن إلى قال عقيب اللي ذي النظام مشيد وإلا كان مجرد أن نتظلم أن صركي عن سجيد بعد أن نقارن كوني ذين شيء من لكوني أن نخدم الدين الله ولكن إلى قال عقيب اللي ذي المعاملة اللي نجرنا ذي شيء ذي اللي جنت نغشيني الجنتي هتغرغوري ولكل جنتي وتنغورك ذي اللي ساتعامل يذيك ساتعامل ذي ذي سرد نحلي سرد نحلي الجنث الصلاة الزكاة الصوم الحج نشتاقين عبادات شعائرية ذي نساد نمكثي سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى ولكن ما في دمكثي أثنى قد دي عبادة ربي أثنى قد دي الوالدين أثنى قد دي الجيران أثنى قد دي الجسر
الشريق نتعايش العباد الشريق نتعايش لا وكذا العباد نسينا كذا العباد نسينا يقرد صلى الله عليه وسلم الدين المعاملة الإسلام يتبنى ذي العمل ودي يتبنى ذي الظليت نغذي الصيام نغذي الحج ولكن يتبنى ذي قويلة كن يوم إساءت نفعاد أمغفون إساءت نفعاد الجارك إساءت نفعاد الوالدينيك إساءت خذ الخير ما دي عبد السلطر العبد السلطر أسخذ الخير غاسو تسندر خذ مس خطر وينا كي جازيني زراوي كيلاني زراوي ثيان أخذ من الخير قمش ضالني كور تسوى ذلك صوبي الوقين إذا نشتقين إذ ديننا غيث مثلا سيدي ربي مشبيح سبحانه وتعالى الذي قريث مثلا يتصو السيد غفايقين يقرد ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها يقرد وأصلحوا ذات بينكم ونخد مرا أنس فساد الذي يقع ونصيح إذ وثمث النغي عفاد ذوقين الدين النغي ذوقين يقيق الله النظام ستين قد إسرائيل حول عبد إسرائيل حول العبد ذي دونيث كان يتمثل يقرد قويس عزيز واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت إيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا فقال آية 36 لسورة النساء الذي قال سيدي ربي عبدت سيدي ربي موس خدمت أنا شريك ما قلت كان يثمثن أنا عبدت سيدي ربي موس نخدم أنا شريك أنظر نتغذي خيقل نتغذي شقعان النبي صلى الله عليه وسلم نتغذي قوين نعم على الإسلام نسيغتي يغتدي صورا ألا بعد أنكشن ذي الحقوق العباد ربي مرة أكو ذي الوالدين نغذ الجيران أمان ذي العباد أمان سنة أمور ثن سنة وما دي قار سيدي ربي وعبد الله ولا تشركوا به شيئا ألا عقب اليوم ونذي على مخياف غار سيدي ربي ونذي على الثقرات ونذي على يعرض ولا غير مكان ولا غير وزر ولا الزمان أنذي عمر غار غورس وحدس إذا نتدي تاكل تكسن تكتعوزون تكتذلون تدي كل صغور سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى يقرض الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه إن فإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله ما تضيف الضيف سيدي ربي ما استعان سيدي ربي ونكون نقر أكثر من 17 بردان على الأقل ذقواس ألا نقر سورة الفاتحة ألا نقر إياك نعبد وإياك نستعين إذا كان نعبد وحدك وإذا كان إسرا نستعين كما يتمثل ونخزر سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى يجعي إذن سكن أنا نعبد ذري غير نظل وذا الرسول وكان يتوعى فذي غير نظل الذي يتوعى فذي الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن سينا لا نكن عبد الله ورسوله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد. كان يتمثل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد إن ذن كنا ذي عبد ذم كل وين ذي العبد ذا الرسول ثلاثي ويا عبد الثرى ولكن ثلاثي كان يتمثل وبعد ما تعرض سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى واستخدم ظلم شيك الهيد الوالديني يقر وقضى ربك ألا تعبدوا إلى إياه وبالوالدين إحسانا دو سيدي ربي غني وذي الوالديني سبحان الله كان يتمثل إذا قال عقلي كان أنس فرطرا ذي ثوذر ثنغ أنسو خرفين أرغد يوينين العين ذي ثوذر ثنغ ما ذي دوني ثم ذي يخرف يقضى سيد ربي ذي الأمر إنسا ذي قال أتعبذم سيد ربي سخدم مرة شريك بعد تعبذم بعد خم الحسان الوالدينون يقرد الرسول صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر أنظر الرحمن سيد ربي ذا الرحمن الرسول صلى الله عليه وسلم أم كتش دي يقول أغسي دي فكام أمكن دننا للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يقد ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الظلم الكبيرة ما تريد الحاجة إلا قراف ما تيخدم يون تقيم قرن الكبيرة تستحق العقاب يقرد أكبر الكبائر ذا شوت إنه الشرك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور خزر ذكر دي قال الشرك بما خمضت الشرك سيدي ربي وريع فارا سيدي ربي أسوح ذا تقررت سيدي عودة سنة فكيد دريانة فكيد الشيانة الصحلوية نكر الحاجة سيدي ربي صغار غفنشتني لا سيدي عودة سيدي ربي وحدس ولو ذن في صلى الله عليه وسلم هذه المدينة المنورة على القبرينش وذي عودة غير غور سنسان أتقيف ذا قررويك غير قيب لا سيدي عودة ولكن ذي عودة غير القبرين فين صلى الله عليه وسلم أشجار ذي لك رجل لا الأذميك الواحد الأحد إذا نسان الخزين شو تفكتره من فين وشبيح صلي في الناس وتصلم بكام إذن السيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يجعل الوالدين الذي قال عقوق الوالدين بعد الشرك بالله الشرك تعفر ربي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن دعوة عقوق الوالدين عقوق الوالدين وشهادة الزور ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور شهادة الزور تعال ولكن الشهادة مثل عقوق الوالدين ماذا قلت عقوق الوالدين يكثر من تبوران الرحمة في الله
ما تعقب الوالدين إلى قد تعقب بليثا في وران الرحمة في رميت في لك. هذا دي قارة عام يونس صحابي غير ما قارنا عبر عمر ابن مرة الجهني رضي الله عنه إن دي روحي ديون ورقاز غير الرسول صلى الله عليه وسلم إن دي الناس يا رسول الله تزا خمسة تزايلة 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 تزكير الشيو تزوم الشاريو انت قد غرور صلى الله عليه وسلم الناس وينك خدم لك الناس أثنى مع النبيين والصديقين والشهداء الناس وينك خدم لك أثنى غير الأنبياء الصديقين وكل الشهداء من بعد يرفض فسيسي ند ما لم يعق والديه ما دم أرع قال الوالدين ما يعق الوالدين أرثين في عرق أرساد شويتين فان كان يث مثلا خطر لنا قرن قرين غفيين إذا قال في الزمان أنا عقيك نتفرط تصدي الوالدين نوعي القلاقيك مي يقول فلا عبد ماني سكني تي قيحي بعد أسيني باي باي ذي تفع الدنيا ذي تفع الهوينش ولكن إياك وإياك أتجذ ذاك في حرج شتس روح ذات الهيد يفغيك بعد إن شاء الله تجذ ولقم اشترى والليس لقيد أستشب الخير كي يخذم أنشتقهم ويتسيا قرن يث مثلا يقلاقيك دعاء أن الوالدين أدي قر صلى الله عليه وسلم ثلاثة دعوات ولش الحجاب غير استسيد ربي دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظلوم دعوة أن الوالد أن الوالدين دعوة أن المسافر دعوة بني صديمين وسعي ترى الحجاب غير استسيد ربي ما يدعيك يونك شدي سقري على أني لخط ساقل أسخر قفقنا وتحشو ما تقض غير غرس أذسيني سيدي ربي وعزتي وجلالي لا أنصر النك ولو بادحي سلع الزود الجلالي نمر دي الوقتر ويضر ذاك من صر الدعاء أني غير استيدي قبي كان يتمثل والشاهد ذي تمسيه مثيقين لو كان نسمع قال يعني الحالة خطر الأمور ربنا الله ضرون دي قاع ماشي ذي كتابين كان إلا ذقوين قاعدان ولكن لا يضرون لا يضرون لينو مغارة ربا دار رويسي وتصرف كان قرويس يعني في اللسن الحياة اسم الرأي في كيسنس أرمي غران فغند الدبلومين بعد يجو جاسن بعد وقذ يعني ذي يونس تان كونفرارة دي حكانا كان تذكر بسي خير يزرى الوضعية تقول كان يضغى بدات إن أن بعد أسمعنا يقضن أغلف غاونسن يونو دي الزرف لسو تسياعين رغم ماذا الموشر ننسى ماذا نذني وماذا نذني الموشر ننسى ماذا نذني سيارة وتزينا فيفا سنو تزينا في مدسن ولكن يصفاري صفارة تسيك صفاري يقوس الله غايف قطس الحيلين ذاين صفاريس صفاريس يقول سخم يرفد فاسنس أرسيد أربيو لو كانت زاد الشدي ضران دي ست ميجر دي فاسنس هذه رجعية يعني مثلا دوك دي ثلاثة يسون دخلت كاروس تقيف اللسن مو ثني ثلاثة الرونس الجند دوك الرونس دي وجه المرة ناكو الوالدين الوالدين ون غروث أن إذا اتفرطهم ذيك سنة مثلا إلى قذن عقية كي الوالد بعد الوالدين دي الجيران يقرد رسول صلى الله عليه وسلم لا يزال جبريل يوصيني على الجار حتى ظننت أنه سيورثه ذي واجين إسان أدحل ذي جنت ذيك سو يزمر ماذا قلنا ضرط أتصد في ريس نغص خم ذكرا أسكر هذا الدنيا تنساك ذيك فند الحجاب يقارك ذي جنت كان لا مازال جبريل يدي سوصين على دقار دقار صلى الله عليه وسلم مازال جبريل يدي سوصين في الجار رمي جعل غثير من الورثة أثير من الورثة سبحان الله اللي يثتمغارت تتزوم ذقاس تتزل ذقير عام 12 شهر ذقير وذقنا لتزاليث ذقاس دايما تتزوم ولكن إرسيسي فغاس أفوسيس الجيران اسم مرات تذو ثنسلي سنينس صوغ ناس يخبار الرسول صلى الله عليه وسلم أنها ثويني لن ذاشي سينينس إنها في النار إنها سنة جهنم إيسي جانت مغارتك ورتسمنع تزاليث نينس ورتسمنع الصيام نينس باش أنظر ديننا ليس مجرد صلاة وزكاة والصيام وحج ما كنت نسمليل السامنا ولكن ولونا أخزر ما تسمليل ندو ولونا نغايا نوحر يون المسجد يون المسجد في إحدى الجمعات ذاك ذي الولاية نفاتي في أرمين المسجد نما زلوس لنا ثبور نسقصنا كيون هاي كان يفقد يون أنفصل جمع ذا بريد كثير فرق ذا المسجد الناس ما غدوا التساروت أكني غدي مثل انك جيم دا شي دينا انا دا صغر جارينو من الناس زمر دار شي داوي دا شي دينا ان دون شمل عارين كيت السنوات شحال يقول شمل عارين مهاجر كيت وسمي عين دار الحيضه في الحيض سيد شو سمي عين دار تفاميل تقول شمل عار ذا الفاميليك ولكن من بعد ميك في الجمعه ذا المسجد الله يبارك ما شاء الله يمزيلا نثني في الدين دي شي نيسن دي الصفه مزوارو ديال المسجد قال طران سن ديننا دا شو لا ليس مجرد صلاة ومجرد صيام إلى قذن عقيك جيم المعاملة كنت شمعة مرد جوجل أنا غيد الإسلام يثمن إلى قذن عقيك الدين المعاملة الرسول صلى الله عليه وسلم كدينا إن الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله ونري الحون في تجل أكذ المسكين من يتجاهد في سبيل الله ويقرد صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين نكين أكذ ذوين يستكلف شجوجير أكن كيز ديجن
صار من ده ليج نتايت مثلا ذقوايا يون ورقازة من السلف الصالح وما زال المؤمن إن شاء الله دائما لنا يفغدك الصبح باش هذه الظل هذه الظل الفجر يفدي يثمطث يثمطث هذا الدويرة في لابوبال هذا كتف وسيس ذا شاد درفد يغير زوجين صغار وخامي ناس ذا شاد خدمة كثم طوث الناذين ناس تسجل تيموث ورقازي سيجاز ذا الرويسي ناس تسنادي ملك يذقرني غاشا في الجمع الناس أبارتير وسقي سوى شولت النغثي السناث ما لدويغ الحق السناث يوض الحق قوار ومنفاز كخا كان وهكذا الإسلام تجن تيت مثل يروح ديون يرجع الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع ذك جيض الناس تروح حضارة مورث كذا وكذا يفكي سيد الناس تزرد يون اسم كذا الناس تبشر سيجنث ويكرد سجمغا ولا يروح قضايا مورث مورث نيم أرميثي ديوفا يوفا يسقسف الرجزني يوفا يقيم قريم دوكيس أي تقصير أضار غفضار متواضع ويتصر ذلك وارغور سكولش كان يسيدي يتفان متميزة في الغيرينس إذك تشيد فلان الناس أنعم إذا شيء حوالج الناس تشوش قاعد غورك أو كدش قان الناس النبي صلى الله عليه وسلم إذا شيء كدينا الناس كدش بالشير سيجنث الناس بغي كان يدينا شيء تخدم الناس مدام إذا نسان كدش قان وتسفر غارة في الله الناس غسر وخفار يونوثي زرارة ولكن من تكدش قان ذك دينا الناس يليون ورقز ذكي ذل جارنا يموت في لسعة فوربين يجد الزوجين نساك ذي وجيل الناس القسم يموت تجارنا انت وفرقات مناص النص صروح الورسن النص صغير مغرغوري أكاي ذي جنث هي مثلا تسجن الوقاني ذا فريدي تسوين غير جنث ماذا قل لان تزال لان تصوزو من تحجو من بعد نسكره الدنيا ثم يذي يغدي زين أتنس ما قايم بعي الحشر بقى عيما ذي عفو ربي فلاغي غجع يا ربي ذي المؤمنين هي مثلا إلي ونصح بها قال أبو مسعود البدر رضي الله عنه إكاثا كان العبدين إسخدمي تسشون إسخسر دي الخدمة يفدان إرثايث ويوكال ذي ما نسأل مسي في الرسول صلى الله عليه وسلم أرد في الوعر ريسي الناس يا أبا مسعود إن الله قادر عليك أكثر مما أنت قادر على هذا الناس يا أبا مسعود إن السيد يربين إزمالك أكثر وكن الزمر ذي وقينيه يغري شوين الا لكن دك فوسيس الناس رسول الله سمح غاس الناس رسول الله ثان حر رجلا ليبر يفكي سيدر من الناس قلك الليبر يثلب الناس لو كان عادي خذ خذ مباركه لو كان عادي خذ خذ مباركه كان يتمثل اللي طمطوط ذي الوقت ان الرسول وش بيح صلى الله عليه وسلم انت ديك تصمضنا كان المسجد النبي صلى الله عليه وسلم سمغ تبركات اش من يثموث مضين تكلك ندقات الصحابه الكرام وخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم اش مدي السقسه في الناس يفدي الخبر كان يلوم في الناس الناس اش مو يتخبر مرا وينيس ندي لا موس كاينس ويروح غير غورس يزول في الناس صلى الله عليه وسلم ماشي تشفريك ماشي تشبح ماشي الدريا ماشي الصحه ماشي دريمن ماشي الشيء ماشي القصور ما قالت كشبطن اساف قربت غير سيدي ربي لا الاغنياء انه نكش من جهنم اخطر 500 سنه نساكش من الفقراء الجنه اقضي اقضي داكش من الامركانتين الجنه كان ماشي تسوان شتاقي انسان يساليك ساي تقرب يون غير سيدي ربي ولكن هذه تقرب الايمان يسعد بوينس ذا العمل الصالح يخدم سل الجوار حينس اذن سيدي قرن ان اكرمكم عند الله اتقاكم الخيار دقون وين يسعان الايمان دقويس ويخدم العمل الصالح سل الجوار حينس الا يعدد يون قناص الاقرع بن حابس التميمي رضي الله عنه لكن يقول غير الرسول صلى الله عليه وسلم يفتد يطف الحسن ذو الحسين يطف الروق قلس اثني السودن كان اثني السودن يوم دي الجهة يوم دي الجهة انت قد غير غرسي الناس تقبلون صبيانكم الناس السودن معني قردنون الناس نعم السودن قردنون يكونوا بيان الناس نكين الساعة 10 وروا العمر السودن غليون انت قد غير غرس صلى الله عليه وسلم الناس ذا شاك خذ ما ميكسك رب الرحمة قويك من لا يرحم لا يرحم ونون الرحمة روثي رحمة ربي أشاك خدمة ميك سكر بير رحمة قويك ون رحمة لا وثي رحمة لا سيد ربي أكي غيث مثل ساقين ذوقين إذ الإسلام ذوقين إذ الدين ذوقين ذو المعاملة الدين المعاملة ذي قيف غدي فكا سيد ربي الرسول صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ماذا قلت ساعة كل معاملة قيد قو قال أنا أتزيت معيشت أنا أتزيت تودرت أنا ميحماي أنا مياذي كل يوم أذي يخدم الخير ويض كل يوم أذي يفويض كل يوم أذي يفذ ويض كل يوم لهنا أتفقد لهنا إيمانك ذو خميك وتفقد لهنا الغيرينك كجنة يقرض صلى الله عليه وسلم لا تكره البنات فإنهن المؤنسات الغاليات إلى وقت نيا ذي الجاهلية وين دسعاني ليس تينضي ذي الحي في فانت تينضي كان كند الحي وتين قارة تينضي أتسي جالس يعرف لا شكل كيخد أقبل الإسلام ولكن أسمد يقول الإسلام يحر من شتي يقرأ إذ الموؤودة سئلت بأي ذنب قتل أشند في تخدم رمس تخدم مكان ولكن المرض يسعو لها ثحذيث من بعد أنفر حالس ونشتقى صفت يسمك وخامنيا صفت كان يتمثل ولكن المرض يسعو ذرش أنسع قضا أنفرح أنفرح أمزون ماشي تسيد ربين تدي فكان تدي فكان تدي فكان
ولكن أن قد سجد ديال العصر يجي نتعيش على طرف شديد اللي كثافة يقنع قيك يجي خطر كلك قنيج حمين كلا مخلف سيدي ربنا تعاد شفيش خزر كان من إقرت صلى الله عليه وسلم من أحب شيء غير الله عود ذي بابي وثق في ضريني دي تكسيد ربي وستقنع ضريس تحمض أين كران أكثر قوكنا أكثر من سيد ربي أكاد في سيد ربي سوين تحمض من أحب شيء غير الله عود ذي بابي كربون دارنا وضارنا فموضني يضيق ويزمي الذي حركنا في ذي اللي سألنا فألنف غروق الرئيس غروق الرئيس فمطوث أتساسا إمغارنيس وتساسا إمويانيس وتساسا أتساسا الرحمة خطر إبشرق 14 القرون يقنقنا كما يثمثل سبحان الله تعداد يوث الجنزة زات النبي صلى الله عليه وسلم جون يهودي أسمي إنسان يقر الصحابة الكرام أكن دادة كان يكرس يكر صلى الله عليه وسلم سيف دي بعدين تقديون الصحابة إنسى رسول الله ذو ذي وين مذكر ذاك جيم ذا سينا صلى الله عليه وسلم إنس أليست نفسا ماشي ذي النفس وهنا ماشي ذي عبد وهنا نعم ذي النفس نعم ذي العبد يا رسول الله صليت في النبي وشبيح صلى الله عليه وسلم خطر نكونين ذات مثل دي الإسلام إنما المؤمنون إخوة يقرد الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن أخو المؤمن المسلم أخو المسلم ذات مثل الله ولكن ذخل الإسلام أخرقون عذيارة أقل ذين سوالين ونزمير هذا النكركي ولكن غسي شدوك يغ الإسلام ذات مثل لقد ماثد النهار أنه غير الصح ذات مثل أنمي خذامي خير أتيه لا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولكن يقذل الذي نسيمني لقل عقب لي ذثمة النغذي من آدم ذذا من النغن أنا عقب لي ونزمي لا أنفرط في اللسن ماذا قال لي في كيك تسيذي ربي يونون صراني ذا مسيحي تسعيط ذا الجارينيك غورك حل دي جنة ذيس إلى قد عقب ذاك الرسول صلى الله عليه وسلم الجارينيش ذو ذي ولكن أدي سرحة رواسة دي تزور أدي سقسي في اللس أدي دي دعوغ الإسلام رمذي يقاسي شهد لا إله إلا الله محمد رسول الله يفغضي قال الحمد لله الذي أنقذه من الله الحمد لله يا ربك شتي دي نقذ ذي جهنم ويجدول صلى الله عليه وسلم إن ما يهدد ربي ونيسك إن دخل قوسيدي شرقيطي حاشا ماذا قال لي غير لأن يهدي الله بك رجل واحدا خير لك من حمر النعم كان خذ من الخير خذ ماسي خير ساتي الجلد ضغى الإسلام أطف الدية خارتين كوتا قوات عبد الله بن عمر رضي الله عنه أدي أزيوني خفذ قخام أدي وضس أدي سقسي فكما سير جارن غو ذي خاطر ذنونك تقثن دي الوقت نياض الجيران جنسي من فكما سير زوارم دي الجارنين غو ذي زوارم دي أدي سقسي فلاس عبد الله بن المبارك رضي الله عنه أدي روح دي السوق أدي عدي غفل جارنين سو ذي سيسر سيحقيس أسيسر سيمكتوفيس أم بعد ذي كمن صغر والرويس أرمي ذي يقوس يكشم ذي ثبورت الشهد لا إله إن الله محمد رسول الله بركي يقوث ذي عوين غلا خارتي سيث مثلا أغجع يربي ذي مؤمنين ولكن ماذا قال ذي الشنيع سعير ثع ذوث ذيون ولا رغف دينينك أقلك تشوه هذا الإسلام يا قد سعقيل أقيك تضر ضمانيك وتشوه هذا الإسلام الإسلام يونج ما لذي شوه في الحقيقة إسلام ربي إن الدين عند الله الإسلام إذن سيتير فذن ولكن خذم إلى أتخذم أين كنفع دي خارتين وما الدنيا تتفكر كان يثمثن سبحان الله إماطة الأذى عن الطريق صدقة غزر كان الرسول شبيح صلى الله عليه وسلم ذي الرحمن أدي قار ما تكسر كلام قهور قدر ذكي تعدينيين سلمان يعتبر صدقة كان إند الرسول صلى الله عليه وسلم إند شوي ويا أرجز ذي جنث إند ذي سنقيف ذي جنث إند أفوفور كنت جران يغلد يعوق كان جنن إنسي من يوعدين إند يكسس يسهرس نفريد إند يحل ذي أرسق السيدر بجنث كان وتسمى قيرا لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق وحقر ذي الخير ولو كان الحاجة مشطوح أزر مشطوح كان يثمثل خذرت كان أزر مشطوح تعدد في الرودة تعدد في الأشياء وأنا كان يلحقيت سرف الرودة يوثن بعيد يلحقيه وندا ذو قروي يدفنسيه سقروي السيرفون صغار داخل مازال سيون سنتيمتر لو كان يكمل كذا خلاص هذه روح كانكني ولكن سيدي ربي اوثي جاره يرثي دغر والرويس ولكن طاس شوى من جديجه مي سورك شينا لو كان دفض زورنا مكشينا اتكسر توخر باش اتوخر شو الاجر تساعد شينا إماطة الأذى عن الطريق صدقة كان يثمثل يقال صلى الله عليه وسلم التبسم في وجه أخيك صدقة الصديق ما كان سيم صدقة ما صدق أتسلم في الله الصدقة لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق وحقر ذي الخير رثخ ولو كان سير ذوذ منينك أتشره وينك نادم أقرض وينك نادم أقرض أما شو سلي العين أما السوري لها كان يثمثل يقرد صلى الله عليه وسلم من قطع سدرة في فلات
من قطع سدرة في فلات يستظل بها ابن السبيل والبهيمة بغير حق صوب الله رأسه في النار. التجارة نيني غير تصوضنا كنيني مسفري ذن استعفين ديكس ذقطيج أدوذن ذرزن لكروت ذي النمي لكو ديوين ديوين أليسو من اسمضن أذي استعفو إن دوين أتيغزم بغير حق أتيغزم إن ذا صوب ربق الرويس غير جهنم. خزرت كنية مثلا الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء اذا ذكر رحمنا رحمه سيد ربي رحمه وذي لن يقعكم اذا رحم وني لن يقني يقرد الرسول صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه. قيل يا رسول الله وان شيء يسير قال وان قضيبا من اراك وناس ونري قال لنا فكرا خسرت كان مثلا كوني ذي العصر نو وسنتيرا غزالي ونشتاقي باسكو زرارا ندنشدو ولا لا وش في احنا النبي صلى الله عليه وسلم يند العباد تصن حشم مثنى دكوين حشم يقول ملك الموت اذي قفض روح ننسسيني بركايا كذين بعد سين النغار برية ها الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا اكيد قال صلى الله عليه وسلم يند وين قال لي من حنث فكرا هذا استي وين ما سين سين ذي فطي يند ذي تحرم في الناس الجنث يند جهنم من غارثي وث انا رسول الله ماذا الحاجه كان كنت سعاره غزي الناس ولو كان ذقشرني السواك ولك سين السويك كان ماذا قلت قلت في الناس من الحنث ثقوت ذي فطي تحرم في لك الجنث كان يث مثلا يقرد صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخون من خانك لمنا الرس لمنا يونك نين يونك سيدي فكان ما يجيك يجيك يمنا غور كسما دي أدروس دي فتنقص ما يجيك يفضنا غور كان إذا تشفى لمنا أتشمثل أتشمثل سيمنا يجيك يفضنا أتشمثل سيفضنا نين وتشفو غير كان صدور الأبرار قبور الأسرار صدور ويون المؤمنين شن قبرين الفضنا إلا يون العبد السمديوث يفضنا غاسك صافي ويك حاشا ما يموت الراويس نغ الزوجين نسنغ المحال هذا يحكو حاشا ماذا قال يموت الا العبد النظام ماذا قال النظام هذه حرم الماء كيف فرق هذه روح البلاتفورم سي نعاود زري مارا من بعد هذه بدون ولكن الى قد يعقب اللي دينيس دخي قلنا وانا خمن تمثال تاكين دات فوق تمثالتيس وتسخان راه وين كيخانن غاسي خانيك وتسخان راه وتسخان راك ادي الامانه الى من ائتمنك ولا تخون من خانك غاس ماذا قال لي خانك خشيني وتسخان راه خشيني اتعيش السلامانه وتمث السيامانه وانت ادي روح سي الخيانه نيس تا وينك ديف كان الريج الريج تمس اشقف غير الريج غير كستر اشقف غير الريج الرس ذا اشقف غير غيرذن انك خشيني اتعيش السيردن وانت تمسني ديب بكنا ريجين في الناس كيجيني سبحان الله الى قنا عقيك قنيت مثل بيت في العبد مكان تفهم العبد مكان يغرو غن ينشي من باش تقضوا انت غاوسي وينسن ما قيت كان من بعد السنه اذر حديث هذه سكره الدنيا هذه سكره الدنيا في يعني لا قضوا في غاوسي وين يمدن اف كي يقدر بين عيون وامكاني غير تقضوا انت غاوسي وين قضوا في غاوسي وين يمدن كشاش المشاكل كشاش نغفيا كشاش الكوش ان ديوني تزي عيون البيرو تزي اش ذل شهور انت تزير دينا رمي الطفله ديبرسيون كات انت دكواس غير واش رمي الطفله ديبرسيون هي كيتشواني تشواني اون بسيكاتري وفي فيس مكدين فيس انك خمسه صلوات ديال المسجد انا عقي خمسه صلوات ديال المسجد ماشي صزاليت ماشي الدين ماشي الاسلام وين الاسلام ماذا قال قضيضه استغاوسا وين الاسلام ولكن ماذا قال استقضيضه هذا شو الاسلام تسعيد يقرض الرسول صلى الله عليه وسلم واسقضوا ثغاوسا ايوا ما غنش يوم حاشا ماذا قال حاشا ماذا قال يقضى الفغينس خير ما تكفغ ديال المسجد ديال المدينه المنوره الشهر ما دير هذا الاعتكاف ديال الوقت لما يزيد الوقت يعني الشهر هذه انت تصليت انت تشبيح انت الذكر وتصليت ذي المسجد النبوي ذي المدينه المنوره ألف تزيل لا كوندرنيزون ولكن ماذا قال قضاه استغاو سنغي ماشي اغما كينسيم يقطع عقيد بلي سي ليكيفالون تروح ذغ المدينه المنوره وتعتق في الشهر ذي المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم كان يجي مثل سبحان الله الا يحكي لي يون يناد نخدم لاشين انترمينابل اريون اريون الكيشين يناد رمي قضى الوقت تزاليت يناد يرد تبورث وينا يرد تبورث انك تروح هذا الزلغ ويوتن سنه شويه سنه شويه رمي غيين مساكي الدين لا ماشي الدين وينا يقلع قبل الدروس الدروس ذين انسان صار قعيما مره انسان ما قال لعيوبنا وينا ماشي الدين خمسه دقائق صار يروح هذه الزال وسنين ويذاك نثن لان بيت الوضوء هنا رحت تظلم خمسه دقائق يا غيوض هذه الزال يخدم جو غير غوص الناس ناخذ في غوسي وين نروح ني خمسة دقائق كامل اكو التفريط تقول شتاكو ديال العالي ثرا كما يتمثل وما ارسلناك الا رحمه للعالمين يقرض الرسول صلى الله عليه وسلم من اخذ من طريق المسلمين شبرا طويقه يوم القيامه من سبع اراضين ان دوينا ريا وين ثقين ديون المرض نسعاتك ذي ثوذري انه مره وكرك وانت عدد ذي ثمرات نسفي ثنيه مثلا حاشا قاضي يرحم سيدي ربي قاضي يرحم لا المؤمنين ان شاء الله
أدنس أدن أفردني كيس أدن لكن ينسي من أروح هذا كذا أذث نحلي مرة أنا داخل خام النا كامل أنا متصف ضرورة ذا تورني ولا ذا تورني ذا داخل أدي قرص صلى الله عليه وسلم فار ذاس قبل كيس أدن ينسي من ماذا قلت كشيني ثقوث إيند يوم القيامة أتصعب بيضا كيدي سبعي قواعي سنات الحوايج جونيتك ذا فيس أتصف ذا فيس أثني استنيال كونترا ذا ديق إصديق سفي ينسي من أتصديق سيدر بيض خامينس أي كون يسعود دي كيلومتر دي كيلومتر ولكن يخدم الكونترا ذا ديق هذه مثل ذخي ديق وذي يوم القيامة غادي تعبي يوم رت نعيم اللي غشي ليجنث إنسان أذي تعبي غشي ليش بعد قواعي فزرت كان مثلا صليت في النبي وش فيه صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يقرض الرسول صلى الله عليه وسلم أخسر كيف مثلا المسلم أني ويد المسلم ودي النبذ وين يتصلى زكاة الصوم ذي الحج خطر وجد الفرائض تجد الفرض يفرضت تسيدر بفلما أركان الإسلام تجد الإسلام وينك شو الإسلام أذي الظال أذي زكين أذي يزوم أذي حوج المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ند ديننا جو غران غيجي قلنا غيت مثل يقنع قيك يجي ماذا قلنا كنا نخدم الشعائر الدين ماذا الصلوات ماذا أربع أركان جنت قميص ولكن البلان جو غران ورغين في عار ونش الدنيا ورغين في عار أدي قر إنشي مني و المسلم من سلم المسلمون وفي رواية قر المسلم من سلم الناس أما ذي نسيم ما شيء ذي نسيم إن أسر من دقيسك وأسر من دقفوسك والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم والمؤمن ذوينك نغر من الغشيم أفيد من في الأموال كان مثلا يقرض الرسول شفيح صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه إن دين سيما فقوما سين سيما ذي حرام إذا منيش وتكطرا وتخبش درا وتجرح درا وتنقذرا وتصدر المالينس أما أي صفة نسيز مرضى تشغل بلاد ومكدف كان الحاجة صطفة تشور خطر ذي حرام وري الجزيرة وتكطرا ذي العرضينس العرضينس ذي العرضينك الحرمينس ذي الحرمين كان مثلا الرسول شفيح صلى الله عليه وسلم إنه أن يوقسنت أن يوقحوا بربي ذي عيفاد خزرت كيث مثلا يوقحوا بربي ذين ذوينك نيتعامل أنا كنسي خير إجارس دوث مثلا نسي عيفاد ذوينك حبر يقحوا بسي ذربي ذوينك نيجنفع المدن خير الناس ينفعه ميسي قرر الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينتفع به الناس ويقرض خير الناس أنفعهم للناس ذوين نفع نخثر الغشين ذوين نقحو بسيدي ربي الخلق سبحانه وتعالى أي الأعمال أحب إلى الله أشو العمل قحو بسيدي ربي سبحانه وتعالى يقر صلى الله عليه وسلم أسكشم السرور إغما كينسيم أسكشم الشرة ما في دمقراض أصل صد غروذم واتسلم الفلاس أم كيف تسيض أسكشم السرور أردخي قويس أسكشم الملك للهم ديغيين فلاس ماذا قل يسعى الطيبة خلص الطيبة الرسول شفيح صلى الله عليه وسلم الزكاة الزكاة سجوز ما يلي على عبد يغرق ذي طيبة خلص الطيبة الزكاة نيك في كاسة ذي خلص الطيبة ذي خلص ذي طيبة نينس إن دوما يروح دي اللوز يروح دي اللوز هذا استقصد يعص كان يث مثلا يقرض ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويتي كان الغورنا وينون الرحمة رمش طوح وتقدر رم قرآن نظام إسلام ذي النظام يث مثلا ويلا مجرد صلاة زكاة كثر أن تظل أن تركع أن تسجد بعد أن تبيع لك وقوه نغوين يطفن ويضاد في حرق نغن تبيع لك ذي تريسا كلا ذي قمر رذي يبيان ألا نفرق لقوه لنا ألا نفرق أي نون دي هارس تغن جاو تي لقنا عقيكية سبحان الله يقرض ويتي كان الغورنا وينون الرحمة رمش طوح وينون تقدر رم قرآن سبحان الله يقرد من غشنا فليس منا وين غيوكر نوتي كرار غورنا تسمقي كي يقول ذي الميزان كي يقول ذي النوعيان اكدي خم الحج العالي شوف الله سويت دان اكدي فيون كانت خزافيين ماشي ذين قبياقين دونيث وكلا ذي النمرا اكو عقل بليان ميلها ايمانيش مذق الذي ريث ايمانيش من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد اسقرار بليان ذا الشيء غراني يذيب عيش ما شئت فانك ميت وحب من شئت فانك مفارقه واعمل ما شئت فانك مجزي يوم به عايشين كي عجلن ولا قرارات مخضر ولا قرارات وكسغ بيو حاجة تغير لا يغير لا أكني يغدف كان هذا نغير غرور سيالون سعد شارع نوية أما كنو دنوارا ونتوارا عيش ما شئت فإنك ميت وحب من شئت فإنك مفارق حمل ولك أجنو القرار تفرقض الروني كيف تشذا كنت مسي في تشذي حرام في تشذي تيريسا في تخذ عاد في تشذ رمانات أثنت تجذ أكا وين حاجة ما يقل الذخ أرذخ يسكن قن الذخ يتسرع ثنيا نثنيا قد وين الحمو قد وين الزين الروين الروين تجذا كنيا أتنع من دقس خشينا تقف إذا يفعيك يسال أكا عيش ما شئت فإنك ميت وحب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك متجي به يند أخذ من كياج منه القرار حش حسبات سحسبات في الناس يقرد سيد ربي سورة العنكبوت أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون يند ما جعلني كذا نكخذ منك نين البلان اكخذ من البلان يجعل نذ من عندك فوسيو يند حش منعه من نعناره يند حش 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 حسب أذن حسبه في الناس كان يثمثن إذن إلى أذن عقيب اليوم
أنا اسمع قي أذمن النبي صلى الله عليه وسلم اسمع قي أذمن النبي صلى الله عليه وسلم أكن غدينا أذن خدم أكن دوتيد نوف قرد سيد ربي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أذن سنرى تسعود المرجع هذا لا ريفيرونس أي غدينا كان لقد نطبق ذي ثلاثة أنا نوفز علي زكاة الصوم الحج ولكن ماذا قلنا نروح ذو يجي مرة أنا عقب اللي هو سعد الشغين فعلا يعد ديون الأعرابي غفر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تخاثم تنده في ذك فوسيس أكن سيدي زران الرسول صلى الله عليه وسلم يفكى فوسيس غير ورسة قرص غلقاء إن يسد سأدي عم ذيون ديون دي دم ثير جيت تخدم ذك ذاتي نس من بعد إيجا إيجا ثن يروح انتقنت الصحابة الكرام غير أروينا ناس جمع التخاثم تيك نده استنفعيش ذي حرام وتشتروا سالة ذي حرام الدهب ذي حرير نسيم ذي حرام فلاس وانت نرساني الدنيا ذي نسروا سالة ذي خاطر ولكن دميتي ذا تستنفع ذيس إنيس سبحان الله إنيس يضغرت شوفوا سيس النبي صلى الله عليه وسلم كور حاتي جمع حاشا ثقور خدم غارة إنيس الله عمل كذي لا روحي وذيك سمع جمع غسي إنيس يضغرت لك حاتي جمع لا كان إجياق كان إجياق أن قفي تمثال أيث مثلا يقرد صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره وتسدر الجيرانيس أكجنا إذن أنا عقيب لينس أكثر ما يدخل الناس الجنة ذا شو أكثر إشكشم غير الجنة ذا شو تقوى الله وحسن الخلق تقوى الله وحسن الخلق أنا قاد سيدي ربي ونسحو الأخلاق العين يقرغ سيدي ربي يقرغ وثمث النغي عيفاذ يقرد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه إن دو يتسمى ذلك كما ذلك الإيمان ذيون إن حسن ذلك نتحمل ميل غير نون نتحمل إيمان نون يقرص الرسول صلى الله عليه وسلم يا يزيد بن أسد أتحب الجنة يا يزيد بن أسد تفغذي الجنة إنس نعم إنس أحب لأخي كما تحب لنفسك حمل حمل الجنة إنس أنا ونحمل الجنة يا رسول الله إنس حمل الغريك حملك ما كاين نتحمل نتحمل إيماني كجين إذ وجين إذ وجين إذ دين النغي مثلا يقرد إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلس يوم القيامة أحسنكم خلقا أنا وقربنا الرسول وسمع أنا وجحمي إذ وذاك يصور بن وذاك يسعان الأخلاق العالية إن خيار أمتي أنا وخيار الخيار الأمة النبي صلى الله عليه وسلم إن الذين إذا رؤوا ذكر الله إذ وذاك نما ذكر ثورة أدم مكثير سيد ربي إذ ذاك الخيار ما كدي مكثير أكد ضروري مكثير سيد ربي من الخيار الأمة النبي صلى الله عليه وسلم أنا وذ شرار الأمة البعيد غن جربين جل ممنين شر الأمة إن المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة والباغون للبراء العند إذ وذاك يحون سنميمة الزرعاني بيقر غشوت سمي العين لران الزرع ثعذ وثقر مدن يند إذا فرقن ثساد وثور يفرقن الحباب يفرقن الشركين يفرقن إذا يميحمين يند إذا يتشميث دقو إذا كورن ذني فورناسين أتصفد يون يخدم الدينيس يتبع ثحيات ولكن أتصفد دفير اللي يكذبس ولكن وين يتشميث يتشميث ديمانيس موكش مثال سيدي ربي يونو يزمير ذي الدنيا ذاك الشمع وزيك ربي يونو يزمير ذاك يدول كان يتمثل إذن إنسان يلق دائما وأبدا ذي عقيب اللي السي قاعد داني نقصد شويه هذيك نار القدما غير نفكر سيدي ربي السي يولي واش فلان غنحمد ربي نشكر ولكن اقلا غانا نقرر ان تقريب غير سيدي ربي الغرق ونزرى شحال انا نوش نت شويه على غدو السنه غد العوام الا كم كل يوم ندي مكتب بلي ماذا قال لك داكشي اللي تصعيب تفرط هذيك راك دوات مثلا كي عيفاد وكاين في عواري الناس الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي ويد المفلس ان الناس يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع المفلس الناس يقولوا سعر لا دار لا دوار الناس لا ماشي الواقي المفلس ماشي الدنيا ذا نفرسك وذيك حاشا تجينا لا تنج الناس ولكن المفلس وين كنا انا روح نتظر لي الزكاة الصوم الحج هذه خدمة كل شيء هذه خدمة الدنيا كامل إلى دماريا ودار دينا وقي يوثيث وقي يكريث وقي يسكد فلاس وقي تشد ثيريست وقي غير عييث وقي قرد فلاس يكتب إن بعد أثناء خلص مرة راس الحسنة هذه ذون ذي النوافل بعد هذه يغال الفرائض تظل لي الناس تروح الزكاة الناس يروح الحج الناس يروح كل شيء سيروح مرة أم بعد أسين الناس إذا ربي مازال مطلوب ويفك تاس الحسنة أسين يفك تاس السيادة نقول وماري كن دي السياث نسل أثي ضرح سيدي ربي ذي جهنم أثي وثغر جهنم أثين في عارك هل يخدم أتسمى قرد الظل ذيك تمتان في الأسئيس الغاشية تمتان سلحجينيك تمتان الصدقة الصدقيني كان يتمثل أغدي هذو ربي غلو فريديس إن شاء الله أغجع يا ربي من المؤمنين حق الإيمان يقال عقيب لين بلين سيدي ربي كي يغدر رسول صلى الله عليه وسلم ذي النور قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من ظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم النور ذا الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب المبين ذي القرآن الكريم وش من يدف كذا سيدي ربي آدي قار سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام وين يكتب عن فريد أسم الأربين فردان الخير أسم الأربين فريد المستقيم يتوين غير الجنة
أثدي السفق ذي الطيام غرثفاث إذن يثمثن والله الذي لا إله غيره أروينك نقم شلالني صغف الرسول صلى الله عليه وسلم أريقم شلالني صغف ثفاث إقم شلالني صغف النور أروينك نقم شلالني صغف النور أرثي زريد أرثي زرين أرثي زرين أرثي زريد ثفاث أرضي عيش ذي الطيام مدى الحياة أما ذي الدنيا ثم ذي الأخر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أعلن الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأعلن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفرك وأتوب إليك، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.